Welcome back to Mabat Quiz 7. My room at 7:30 yesterday evening. انت بتحدد لحظة معينة امبارح. تقول امبارح الساعة 7:30 الأوضة كانت بتتنظف ساعتها في اللحظة ديت. This is the past continuous tense. بنستخدمه عشان نتكلم عن action كانت going on في لحظة معينة في وقت ما في البوست. امبارح الساعة 7:30 my room was cleaning ولا was being cleaned؟ لا was being cleaned لأنها passive form. بدل ما أقول I was cleaning my room at 7:30 yesterday evening يبقى my room was being cleaned at 7:30 yesterday evening. While Selma was swimming in the pool كان في نفس الوقت أثناء ما هي كانت بتعوم في حمام السباحة تحت her aunt في نفس الوقت was listening to music two actions going on at the same time the past continuous with the past continuous مفيش action interrupted the other يبقى الاثنين past continuous في نفس الوقت after the house had been painted we furnished it استاذ الفاضل past perfect في الباسيف فورم after بعدها past perfect okay بس انا بادئ بالhouse the house is the object المفعول به وليس الفاعل يبقى الverb في الباسيف فورم مش في الactive والpast perfect في الباسيف فورم تاعه يبقى had been قبل الpast participle يبقى مش هقول after the house had painted لا After the house had been painted, we furnished it بعد كده. We used to spend the summer vacation in our country house before we sold it. قبل ما نبيع ال country house بتاعنا اعتدنا أن نقضي أجازة الصيف فيه. Action اتعودنا أن احنا نعملها عدة مرات. كنا دائما ما نفعلها قبل ما نبيع هذا المنزل سؤال لو أنا مستخدم before للحديث عن action عملتها قبل action تانية يبقى past perfect قبل past simple لكن نفس before لو استخدمتها للحديث عن عادة كنت دائما ما أفعلها في الماضي قبل وقت آخر في الباست يبقى لما استخدم صيغة used to هنا ما ينفعش يا جماعة احطها في الباست بيرفكت ما فيش حاجة اسمها had used to لا used to تستخدم للباست simple او للاكشن done a repeated action in the past وتصاغ في الباست simple فقط ما لهاش صيغة في الباست بيرفكت مش كمني كنت بعملها دائما قبل قبل اكشن تانية في الباست انك تقول لي ان ده يبقى باست بيرفكت قبل باست سمبل لا A repeated action اللي كنا دائما ما نفعلها في الباست قبل تايم تاني بعد منها تبقى باست سمبل مش باست بيرفكت يعني مثلا افرض انا كنت بقول ايه زمان لما كنت صغير كنت دائما افطر الصبح قبل بيفور ما اروح المدرسه هل ده يبقى past perfect قبل past simple؟ لا طالما بتتكلم عن عادة كنت دايما بتعملها قبل action تانية في الباست يبقى ده past simple في حد ذاته دي repeated actions in the past كmemories وكpast facts بفتكرها في الماضي تبقاش past perfect قبل past simple لا تبقى past simple أو ما يمكن أن يستخدم بدل الباست simple زي صيغة used to مثلا اللي تدل على العادات المتكررة اللي اعتدت ان افعلها قبل تايم او قبل اكشن تانية في الباست ولكن استخدمها في الباست سمبل مش في الباست بيرفكت ما فيش حاجه اسمها had used to we used to spend the summer vacation in our country before we sold it بعد كده my wife was upset يعني كانت متضايقه was upset take care in the post اهو was upset انت بتقول ليه كانت متضايقة بقى because she had an argument with her closest friend recently
يا ترى recently هنا كسيجنال وورد سيجنال وورد للبريزنت بيرفكت ولا للباست بيرفكت؟ لا هنا للباست بيرفكت لانها بتتكلم عن الاكشن اللي كانت حصلت وادت بعد ذلك الى هذه الحاله من الضيق. لو this is present, my wife is upset. She's upset now. هي ليه متضايقه كده؟ هتقولي لان she has had an argument with her closest friend recently. نفس recently كده كانت تبقى signal word للpresent perfect. لانها زعلانه دلوقتي، فتقولي هي ليه كده زعلانه؟ لانها حصل ما بينها وبين a closest friend شد او اتخانقت معاها وخلاص. يبقى دي action before the present. لكن this is past. My wife was upset. The past. في past effect اهوت. هي ليه كانت متضايقه؟ لانها قبلها كانت اتخانقت مع واحده صاحبتها. الحدث اللي كان حصل وادى الى هذه الحاله من الضيق في الماضي في الباست يبقى باست بيرفكت. اما لو السيتويشن دوت كان بريزنت شي از ابسيت ناو يبقى اذا السبب اللي ادى اليه لسه حاصل قبل البريزنت، كنت استخدمت بريزنت بيرفكت مع ريسنتلي. My last novel had been changed several times before I was happy with it. انا قبل ما اقتنع بيها وبساتسفايد بالنوفل كنت غيرتها عدة مرات قبل كده. Past perfect قبل الباست simple اهو. It wasn't until نرجع للstructure بتاعنا. It wasn't until complete action في الباست perfect ثم past simple بعدها. It wasn't until he had taken the money that he left. معنى السنتنس ايه بالكوكتيل دوت؟ انه ما مشاش الا لما خد الفلوس ايه؟ الاول. On يتبعها دايما gerund form ing form للحدث الاول. بدل ما اقول after او as soon as he had founded his own company. بمجرد ما أسس الشركة بتاعته، تعرف الـ verb found يؤسس والpast participle founded. يبقى بدل ما أقول as soon as he had founded a past participle his own company he took on many workers يعني استعان به أو قام بتعيين many workers. لا حول on plus ing form on founding يعني بمجرد ما هو أسس الشركة بتاعته عين أو هي يبقى أنا عايز أقوله لك الإكسبريشن took on هنا يعني employed عين قام بتوظيف many workers تانيين. يبقى نلاحظ إن الverb found في الinfinitive form الpast founded كpast participle أيضا يعني يؤسس شركة مثلا زي ما sentence هنا بتقول. As soon as I had finished apostrophe D قبل finished past participle يبقى had finished بمجرد ما خلصت. أنا عايزك بعلش تقارن بقى هنا معايا number 9 بنمبر 10 بعد إذن حضرتك. As soon as I had finished my first story بمجرد ما خلصت القصة الأولى بتاعتي ده حدث أساسي حصل في الباست. أول ما خلصت القصة الأولى بدأت القصة الثانية على طول. As soon as I had finished my first story I started the second one. حدثين أساسيين. مفيش تلميح لريبيتد أكشن في البوست. لا. أول ما خلصت القصة الأولى my first story يعني إيه؟ يعني القصة الأولى بتاعتي. أنا فاكر أول ما خلصت القصة الأولى بتاعتي بديت الثانية على طول. Past perfect, past simple. قارن بنمبر 10. As soon as I had finished a story. إيه الفرق بين ده لده؟ A story. يعني أي قصة. احضر أي قصة. يبقى هنا هو كان بيفتكر أنا كل ما كنت بخلص أو بنهي قصة كنت ببتدي في الثانية على طول. دي كانت عادتي.
يبقى في نمبر 10 بيتكلم عن repeated action كان دايما بيعملها في البوست. انا كتبت قصص كتير وكنت كل ما بخلص قصة من القصص دي ده معنى story كنت ببدأ في اللي بعدها على طول. دي كانت عادتي ان انا بخلص دي ابدأ في دي على طول. هنا في الدوتس بيتكلم عن repeated action in the post. عشان كده كان يجوز ان هو يقول I started the next one او I would start the next one. Both are correct. هنا الانسر A and B are correct. ما بعبر عن عادة. دي عادتي. كانت عادتي. كنت كل ما بخلص أستوري قصة من القصص بتاعتي كنت أبدأ في اللي بعدها على طول. عشان هو هنا بيعبر عن repeated action كان دايما بيعملها. عشان كده ممكن نستخدم past simple أو would start كأنها used to start. لو كانت في used to start كنت استخدمتها برضو correct. إنما في number 9 دي مش عادة متكررة. ده بيفكر ان اول ما خلصت القصة الاولى بتاعتي بدأت التانية على طول. ده موقف محدد في الباست مش عادة كانت تتكرر. عشان كده ما ينفعش would start معاها. لا يصلح الى الباست سيمبل فقط كتعبير عن هذا الموقف المحدد فقط. اوكي. The explorer was bitten by a deadly snake while sleeping. أثناء ما كان نايم قرصه a deadly snake ثعبان مميت. فلما بدأت بـ the explorer هحول الـ verb للـ passive form يبقى the explorer was bitten by a deadly snake. بدل ما أقول a deadly snake bit the explorer past the bite قلت the explorer was bitten by a deadly snake. I have been cleaning the kitchen all morning. Oh, all morning. Every signal word. And mom says, and it's still dirty. وماما بتقول إن هو لسه مش نظيف. يعني معنى كده إن أنا قاعد بنظف الكيتشن طول اليوم وماما بتقول إنه لسه ما نظفش لغاية دلوقتي. Mom says, it is still dirty. يبقى أنا بقول أنا عمال أنظف فيه من الصبح وهي لسه لغاية دلوقتي بتقولي لا لسه. يبقى action going on بقالها فترة till this moment. This is the present perfect continuous. She said, I have been cleaning. When I finally reached the shore, I for 50 minutes or more. لما وصلت إلى الساحل كان بقالي 50 minutes swimming. بتقولي كان بقالي قد إيه؟ لأن الأكشن المشار إليها هنا past حد ذاتها. When I finally reached the shore. This is a past action. كان بقالي قد ايه قبلها swimming. يبقى the past perfect continuous. I had been swimming for 50 minutes. The fields were flooded. Were flooded. شايف ال past situation هنا. الشوارع او الفيلز الحقول كانت غرقانة بالمياه. were flooded. The past situation. ليه؟ لانها كانت عمالة تشتي قبلها بقالها 10 ايام. Past perfect continuous. It had been raining for 10 days without stopping. Action going on for a long time. قبل action تانية او قبل situation تانية في الباست يبقى past perfect continuous. It was only when, ولسه قايلين من شوية صيغة النيجاتيف ليها, it wasn't until, حط بعدهم الـ first action في الـ past perfect, ثم الـ second action في الـ past simple بعدها. It was only when I had finished studying that I went to bed بعدها. I had been working on the report for 3 hours before the manager بعد كده asked to see it. كان بقالي قد إيه شغال؟ كان بقالي 3 ساعات. ده انا فضلت قاعد شغال 3 ساعات في ريبورت قبل ما بعد كده المانجر يطلب ان هو يشوفه. This is the past perfect continuous referring to time او للديوريشن بمعنى صح الفتره المستغرقه
في الحدث الأول قبل second action. Amira was cooking lunch when she hurt her hand with the knife. شايف الباست كونتينيوس ما بيدينيش أي فترات معاه، ما بيدينيش يقول لي لمدة قد إيه، لا بيقول لي كانت بتعمل إيه بس. وده الفرق بينه وبين الباست بيرفكت كونتينيوس زي السنتنس اللي قبلها. بص هنا بقول لك هي كانت بتعمل إيه؟ مش كان بقالها قد إيه؟ She was cooking when she hurt her hand with the knife. Past continuous فقط. By 8 o'clock, boy, لا ننسى إن boy plus time in the past signal word لل past perfect. By 8 o'clock, إحنا قلنا boy plus time in the past كانت before. By 8 o'clock يعني before 8 o'clock كنت انتهيت، كنت خلصت، كنت عملت ايه؟ verb اللي بعدها past perfect. By 8 o'clock I had sent all the emails to our clients. كنت بعت كل الايميلز خلاص. على الساعة 8 كنت خلصت. كنت بعت كل الايميلز. Clara has been behaving strangely. ما ينفعش اقول has been behaving strangely late او for now او no sooner، لكن يمكن ان اقول ان بقالها فتره for a while، بقالها فتره she has been behaving strangely، بقالها فتره بتتصرف بشكل غريب. Maybe we should talk to her. ما تيجي يا جماعه نتكلم معاها نشوف ايه اللي مضايقها. يبقى ده معنى for a while يعني for a short time او for some او يعني for a bit of time، لفتره خلاص. For a while. Have you done the shopping? يا ترى already ولا yet؟ طبعا ما ينفعش احط just في الاخر كده ولا ever. يمكن استخدم already، يمكن استخدم yet في نهاية ال question، يمكن استخدم في نهاية ال question، بس فرق في المينينج زي ما قلنا قبل كده. لما اجي اسالك خلاص؟ خلصت؟ ولا لسه؟ This is yet. لكن لما اشوفك خلصت، طبعا حته خلاص ولا لسه انا ما اعرفش، ربما انا لا اعلم ولا خلصت ولا لسه، this is yet. او ربما اكون زهقان بقى متخلصت يا عم، ايه بقى خلاص ولا لسه، ايه كل البطء اللي انت فيه ده، ده برضه yet، لان you are so slow. ده استخدام yet في نهايه الكويستشن. لا ننسى ان احنا لما بنستخدم already في نهايه الكويستشن يبقى معنى كده ان انا شفتك خلصت ومستغرب، معقوله خلصت بسرعه قوي كده؟ Have you finished already؟ Already في نهايه الكويستشن؟ يعني أيو so quickly، وده معنى sentence. هنا هو يا جماعة طبعا بيقولك no I'll do it tomorrow morning، يعني كده لسه ما خلصش. أنا بقولك have you finished yet، إيه خلصت ولا لسه، أو عملت، هل أنجزت هذا الأمر ولا لسه، ده معنى yet. رد علي قال لي no لا I will do it tomorrow morning، يعني كده this is yet. لكن لو أنا كنت شفتك خلصت مستغرب من هذه السرعة، كان زماني حطيت already مكان yet. إذن have you done the shopping yet؟ إيه نزلت عملت الشوبينج بتاعك اللي أنت كنت عايزه ولا لسه؟ لا والله لسه. I'll do it tomorrow morning. That's all بالنسبة لكويز 7. ناخد short break. نخش على the last quiz. Quiz 8.